ليكوا تيجوا بدري عن كده، اتفضلوا خشوا. حبيبتي يا كريم، رزق يا كريم، الراجل قلبها يا عمارة يعقوبيان. صباح الخير يا تتح يا ابني. صباحك لبن يا عم ذكري. أنا أقول لك يا عم فكري، هو الناس اللي داخلة بحاجة عندك دي، العيال الصغيرة دي بتعمل إيه عندك؟ مين دول؟ دول شباب حلو. شباب حلو؟ سياحة وفنادق. طبعا لازم يبقوا سياحة، حلو يبقى لازم يبقى سياحة على طول. بيجوا عندي بذاكر لهم طبيخ وإتيكيت. دروس في طبيخ؟ والإتيكيت؟ ده غير حصة امبارح بتاعت الحشو في المحشي؟ لا، الحشو ده أول حصة. الحشو أول حصة داخل ناشف كده من الأول؟ طيب خلاص، نهارك فاسخ ضبه. استنى عندك. ايه عايز ايه؟ مش عندك ثلاثة جوه؟ ايه الكلام اللي انا سمعته عنك ده؟ كلام اللي سمعته عنه حاجة ايه اكتر من انا بسمعه عنك؟ ايه خير؟ وصحيح انت اتنزلت عن شقتك للمعلم حسوة؟ اتنزلت ايه؟ دي استعارة. استعارة عشان خاطر بنته المفضوحة دي تتستر. استعارة ايه وخيابة ايه؟ ده انت مضيله على التنازل يا بني ادم. تنازل؟ ده انا مضيله على حذف ست شهور من الايجار القديم وكيلو لحمه اسبوعين هيديهولي. ده طلع لي هنا ورهولي. ايه اللي ورهولك ده؟ التنازل يا بني ادم، وكان عايز امضي جنبه شاهد. التنازل شاهد؟ اوعى تكون مضيت على حاجه يا عم فكري. لا انا ما امضيش على حاجه زي كده يا ابني. طب وبعدين دلوقتي انا خلاص كده اتفق كده، خلاص خلاص بقيت في المنص راحت كده. اسمع تتح. ايوه يا عم فكري. بقول لك اسمع، مش بص يا تتح، انت تنزل تاخد منه التنازل تقطعه وترميه في وشه. البني ادم مننا بيعيش حياته مره واحده بس، لا يعيش راجل لا يعيش طول عمره خروف. يا عم انت هتهجص تقول الكلام ده لنفسك. جاي يا حبايبي. اديهم الرابعه. يا حصوه الكلب، انا هفرغك نفسي. انا عكيس ما تاكليش، اتكلي. لو سمحت يا سيد المعلم. ينفع كده يا معلم؟ ابعت الواد يشتري كل لحمه بتلو، افتحها عليها كلها شغط وده. اتكل على الله وريني عرض كتفك، ما عندناش ترجيع. انا قتيل حق النهارده. قتيل؟ شو بيت كتفك يا اخويا؟ رعدوه في الثلاجه على مفضله. انت عايز حاجه؟ لا ابدا، اصل في واحد ابن حرام قال لي ان انت كنت عايزني. الهدوء يا سيد المعلمين. بقول لك ايه يا تتح؟ عمر يا عم الناس. جالي طرفيش كلام كده انهم ناويين يخلوني امام المسجد. امام مسجد؟ ليه انت اكتشفت دين جديد ولا حاجه حضرتك؟ مع الفل. مع الفل يا عوكسه. لا 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 لا، بص وحياة امك ما تعملش حاجة وانا هتكذب. حبيبي صبح بقى. خبز هيقدر يعمل اي حاجة؟ خد يا ده انت، انا تعالى عمر ساعتك. انت مسجل يا ابني؟ لا حضرتك بص، انا خلقة ربنا طبيعي، انا مرشد حضرتك بس محدش يعرف. خش جوه في الحاره هتلاقي كل انواع الرذيله موجوده في المكان جوه، هتلاقي اوسخ من وساخ، اوسخ حاره على مستوى الخريطه بتاعت مصر موجوده هنا. وعندك واحد جزار واخد بالك انت برضك، لسه واخد دلوقتي حالا واحد راجل زبون وحاطه في قلب الثلاجه وهيبيعه ويبيعه ورشاله التسعيره ب 90 جنيه في الحته الحساسه. ايه الحته الحساسه دي؟ الحته الحساسه في نص البطيخه. وعندك الست اللي جايه اللي شبه عنتره بن الشداد دي بتبيع مانجو في الكيس البلاستيك بتاع الخضار حضرتك. امسكوها ارموها في البوكس. فين بقى بيت المعلم حصو؟ بيت المعلم حصو حضرتك سيادتك دعاره بقى العصر. وانت مال اهلك ما ترد على طول؟ بص يا بنتي الكلب، وليتوا البلد. فين بيت المعلم حصو؟ وساخه وماله البلد دول حضرتك. رابع عماره على ايدك الشمال. طب خلاص غور. يا ربي ربنا يكرمك ويجعلك بكل خطوه ناس وسخه. الزعم في خدمه السلطه. طبوسه. يا سلام، لما كان نفسي ادخلك يا جامعه الزنجريه. بس هنعمل ايه بقى؟
الحاضر والنصيب. انا ماني دلوقتي متخرج ومعايا الشهاده الكبيره وبقيت اكبر عاطل فيك يا مصر. مطول اخبار اراب يا اراب. هادي اراب عدس اهرام اخبار جمهوريه. يرى البيت يرى البيت. قول لحضرتك ايه، هو انا ينفع اخش جوه الجامعه وابيع جرايد؟ طبعا ينفع، انت مواطن مصري. اه ليك حق في البلد دي، ليك في الجامعه، في النيل، في الهرم، في المترو. عشان كده لازم يبقى في بيننا تداول للسلطه بشكل متوازن، انت فاهم؟ لازم نقف مع بعض عشان نعرف نواجه. من حق كل مواطن في البلد دي ان هو يتعايش كيفما شاء، اينما شاء، وقتما شاء. هو حضرتك جابت انقاذ ولا نديمون؟ شايفينكم. شايفينكم. شايفيننا؟ مين؟ احنا. اه انتوا بتكونوا عصابه جديده اسمها شايفينكم. تنظيم. تنظيم سري؟ لا لا لا، تنظيم علني. علني. طب طالما الفضائح كده، بص بقى، لو محتاج ملاتوف او قنابل ثمينه للدموع انا تحت امرك. شوف انت اللي انت عايزه ايه. مش احنا. مش احنا؟ دي جابت المعارضه؟ خلاص قعد مش احنا مع شايفينكم. واطلعوا بحلع في الخضر الثعبي يقعد مرتاح. اشوفك في الميدان. في جحيم الله. كنت علي هنا، انت خدتني في قلبضات كده. انا عايز اخش الجامعه ازاي؟ انت في الجامعه فعلا؟ ايه ده؟ معقول انا في جامعه السنجريه؟ كويس خالص، يبقى كده اتفقنا ان في مجموعه عناصر اساسيه بيحتاج اليها الانسان حتى يشعر بالانتماء ويحس فعلا ان عايش جوه بلده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن ندردش دلوقتي مع بعض واسمع وجهة نظر كل واحد منكم، ايه هي العوامل اللي محتاج اليها الانسان حتى يشعر بالمواطنة. اتفضل. الحرية يا دكتور. جميل، الحرية. مين تاني؟ اتفضل. من حق كل مواطن انه يمارس حقه الانتخابي بالديمقراطية برضو يا دكتور. كويس جدا، اتفضلي. الانفتاح يا دكتور، لابد من الانفتاح على كل الحضارات وبدون قيود. تبادل ثقافات. كويس. المندهش اللي قاعد جنبك ده ممكن تقول لنا وجهة نظرك؟ انت أنا ساعتك؟ ايوه انت. زملائك بيقولوا ان الانسان العادي اللي عايش في بيئة فقيرة وفي حي شعبي محتاج لعدة عوامل علشان يشعر بالانتماء داخل وطنه. في اللي قال الحرية والديمقراطية والانفتاح على ثقافات العالم الاخر. المواطن محتاج لايه حتى يشعر بالامان والانتماء لوطنه؟ أنابيب. سيبوه يقول وجهة نظره، اتفضل. احنا قلنا أنابيب؟ أنابيب، أنابيب وبنزين وسولار وعيس والدائري بالليل. أنت بتهرج؟ أنا مهرجش والله، ده بيثبتوهم، ده بيثبتوهم رسمي على الدائري بالليل، ينزلوهم التاكسيات وروح حاطط لك السنجة وأنت قاعد درا. أنت طالب أنت؟ إديني كارنيه. كلك مين يا عم؟ ده أنا على باب الله بتاع جرايد. هي حصلت؟ باع جايلين جوه مدرجي؟ مدرجات ده هيعمل لي فيها صاحب ملك يقول مدرجي. امشي اطلع بره. بقول لك ايه يا سيرجي، تقول لي انفلات؟ يلا يا نهار اسود يا راجل، انا كلام فاضي. انت هتقول لي الاخبار يا رب جمهوريه؟ يلا يا رب. البيت البيت ابقى لم منكم بره بقى خلاص. يا سعاده البرنس، خليك كده حلو كده، انت الدنيا كلها شغاله كده. انا جاي استرزق في قلب الجامعه هنا بدل ما اتنطط بره في مظاهرات. عايز تنصف معايا قول لي ادفع لك ارضيه، انما تقعد تهزقني كده وسط الصنايعيه. يا دي انت سمعت قبل كده ان في حد دخل الجامعه بيبيع جرايد؟ حضرتك دلوقتي من حق كل مواطن ان يتوافق حيثما شاء. وبعدين دلوقتي حضرتك الحكم بقى متوازي وبلدنا بقى فيه انفتاح واحنا بقينا مفتوحين. تمام يا فندم. بتوع قناه السبتيه اهو. احنا خلاص حضرتك لازم احنا في ظلم واقع عليك. خلاص كل دول تشيل بطايقهم على جنب وترميهم في الحجز لحد ما افضلهم. وخد ده معاهم. مين ده حضرتك؟ يلا حضرتك. يلا حبيبي. يلا اما نشوف اخرتها ايه. بص انا باو، بص انا باو، مش عايزين نبطل على حد. عم فكري. انت ايه اللي جابك هنا يا عم فكري؟ تفتح. مش معقول، انا مش مصدق عينيا. شفت انا قلت لك انا بلاش العيال اللي داخله وخارجه وطالعه عندك دي. شفت ادي اخره الحشو في المحشي. مشيتكم مع كام واحد من الغلمان؟
اسمعني كويس وما تفهمش غلط. انا اسمي الحقيقي سلطان الدهشوري. يعني انت مش عم فكري؟ ده انت شكله خالص. انا كنت من احسن شيفات في مصر، اشتغلت مع امراء وملوك ورؤساء، كنت باخد منهم هدايا ابيعها واجيب بيها ذهب. ضربت في البورصه قعدت سنين وربحت من البورصه اكتر من 7 مليون جنيه. ورماني حظ في الشغل على راجل كبير قوي. الراجل ده تتح بسلطته، حط ايده على اراضي عينك ما تجيبش اخرها. وكان بيكتبها باسمي ويكتب عليا ورق ضد عشان يقدر يستردها وقت ما هو عاوز. وعلى حس الارض دي على حس الارض دي خد قرض من البنك باسمي. خد قرض؟ قرض. وهرب على بره، واول ما وصل هناك مات. مات؟ خلاص كده خلصت الحدوته؟ لسه. امال ايه؟ لبست انا. لبست؟ لبست القضيه. علشان كده جيت المنطقه عندكم هنا علشان الدايره فيها. في حد يبقى معاه 7 مليون جنيه ويستخبى في المنطقه وسخه زي دي؟ اعمل ايه؟ ما انا ما كنتش اقدر افتح عيني في وشه. طب هسالك سؤال، فين الفلوس؟ اتمنص. الفلوس والورق عند بنت اخو الراجل. يبقى هي خدت الفلوس وكتمنص والورق ويا. فلوس ايه اللي هتبص لها اميره؟ ده انا مربيها على ايدي، دي عامله لي توكيل عام. هي عندها معرض عربيات؟ هتموتني باسئلتك دي. عامله لي توكيل عام، يعني اتصرف في اي حاجه تخصها باسمي. لكنها فجاه اختفت. اختفت؟ ليه؟ في حد عزم عليها ولا حاجه؟ خد ده مفتاح شقتي. ايوه تتعجلي باليد ولا ايه حضرتك؟ خد كمان.